صلى الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى، كوزين إبراهيم ريسان. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال، وتشكر على جميع التعليقات ديالكم ويعني واللايكات ديالكم، وهذا ما تتمناه إن شاء الله باش شوية ترفع القالب ديالي إلى شوية للقدام. بالنسبة لفهاد الفيديو هذا، جاي نتقاس معكم واحد النوع تسميتو البيوتش، يعني نوع كراسة ولكن خفيفة. البيوتش هذه يعني كاين بعض السيدات والسادات عندهم مشاكل في يعني في الخدمة ديالها، وهي تحتاج إلى يعني مجهود كبير، وإنما هي قليلة على بركة الله بطريقة اقتصادية وجد بسيطة. المقادير عندنا سكيلو ديال الفورس الأبيض، عندنا فورية يعني خميرة فورية، يعني ممكن تكون ولا كدير العجينة حتى هي مزيانة، المهم تكون خصها تتخمر، تكون تتخمر. عندنا جوج بيضات، وحدة نحتفظو بها ماشي اللي مزيان. عندنا تقريبا ربع ديال السكر، عندنا نص كاس ديال الزيت، وعندنا الملح، عندنا الملح يعني صح الذوق، وعندنا يكون كاس شبري، يكون ماء دافي. يمكن لي الا ما كانش ماء دافي ما كنا نستعملوا حتى الماء ديال يعني ما زهر حتى هو مزيان. وعندنا عندي معلقه ديال الزبده، وعندنا هنايا الشوكولاط ديال باش نزينوا به هذا البيوتش هذا. على بركه الله باش نبقاش نضيعوا الوقت مباشره. عندنا فورس وشي يا مسفن، عندنا الزبده، عندنا السكر، عندنا الملح، عندنا الخميرة، وشوية الزيت، وعندنا بيضة واحدة، تنجمعو بالماء. كما قلت لكم كنا نستعملو ونخلي شوية مكنا ونجمعو جميع مكنا نستعملو. كما قلت لكم الحليب هو تيخلي الكراسة مع الكراسة الكراسة هذه البيوش تيخليها مزيانة. تجمعو العجينة، والعجينة حاولوا ما أمكن تكون يعني ما تكونش قاسحة، وتكون شوية رطبة، يعني كما تقول لك مطاطية، كما تقول مطاطية رطبة، ما تكونش قاسحة، ما تكونش في السلوق ما تكونش يعني جارية، البيوش ما تبغاش تكون جارية. نجمعوا العجين ديالنا، نجمعوا لان يعني من بعد غنديروا صحة العمل باش ندلكوه مزيان 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 مزيان، يعني غير شوية بما تجمع، يعني ماشي تدليكة تكون شوية قاسحة، وإنما تكون خفيفة. مباشرة من بعد جمعنا كيف الطريقة هذه كما تنشوفوا، مباشرة تنحيدوها وتديروها سطح العمل، شوية الملحة شوية كما تشوفوا بهذه الطريقة هذه. ديما دائما تعاونوا شوية تجمع مزيان، شوف الفرص نستمروا جمع العجين، وراك على تكون وصلت للحد كما تشوفوا، كما تشوفوا بهذه الطريقة هذه ستكون يعني مطاطية، هذا هو الحد ديالها. شوية شوية الزيت، شوية الزيت، شوية شوية الفورص، وتنحطوها يعني لمدة 10 دقائق، نخليوها ترتاح شوية العجينة. دير مباشرة بعدما تحسنت لنا شوية العجينة، صار العمل نحط الكوبرات
دائما مع شويه شويه الزيت كما تنقول لكم، مع شويه شويه تقطيره اقتيره خفيفه، نجمعوها ونقطعوها على شكل طرائف. على حسب كل واحد والطريقه ديالو، على حسب الحجم ديالو، كاين اللي تيبغى صغيره، كاين اللي تيبغى يكونوا كبار شويه، على حسب الناس اللي بغاو تكون يعني مقادين، مقادير تكون تقريبا الجرام مقادين، يحاول يستعمل الميزان. معروف الميزان ديال الكوزينه تيكون عند تكون عند بعض السيدات عندهم في المنزل بطريقة هذه. المهم مسكين خرج لي انا جوج ربعة، سيخرج لي انايا سبعة، يعني سبعة حبات كما تشوفوا حبات. تنبداو الطريقة، نقول لكم الطريقة كي دايرة، تنغرسو مزيان دائما نص سطح العمل. نشدو شوية تقطعو وتنديرو طريف ديال الشوكولا، معروفة الشوكولا ديال الكرواسا، وتلويو حول ما أمكن. الساروت تكون لتحت دائما تحت. نستمرو عاوتاني، الشوكولاتة هنايا وتلويو صافي تحت، تستمرو بهاد الطريقة هادي. دائما حاولوا كما قلنا الساروت سدوها تكون مسدوده لتحت، هي تكون اسفل. وتولى اخيرا هذه سدوها الساروت، وتكون هذا هو التعامل الاخير اللي كاينين. يعني سكيلو خرج ليا، بالنسبه ليا انا خرج ليا سبعة الحبات، يعني شي كيلو خرج 8، خرج درتي جوج كيلو خرج 16 على حسب تنقول الحجم العائله. دائما تنقولوا بهذه الطريقه هذه. واجي الان تجي المرحله الاخرى السموف في اللاطا. اذا من بعد ما كملنا التكراس تجيو خذوا اللاطا دائما على حسب الحجم ديال المعروفه ديال الفران، كوادرا يسمى مربع بحال هكا على حسب كل حجم العائله كما تنقولوا، و تنديرو بابيل ديال الكوزينه وتنسفو على دائما تنسفو طاو دائما الساروت على تحت بهذه الطريقه هادي. و
ناخذوا على حسب تكون واحد الاله تكون حاده تكون حاده توفر اللحوم كما تشوفوا الطريقه ديال في اللحوم تازي صغار الا كان نقي جديد ممكن نفلحو بهم المهم الاله تكون حاده مباشرة تنديروهم في الفران اول مرحله بالنسبه للفران المرحله تخلوها يعني تقريبا بين 50 حتى 30 درجه بما ضعف الحجم ديالها يختمر وضعف الحجم ديالها من بعد ما ضعف الحجم ديالها تزيدوا في درجه الحراره اللي خصها تكون 220 لمده 20 دقيقه يعني مباشره ما ضعف شويه الحجم ديالو تخرجوا عاوتاني وتنضربوا هنايا بالصفر ديال البيض تنحيدو بهذه الطريقه هادي نضربوه بصفر البيض حيت مازال غادي يضعف الحجم ديالو ماشي هذا هو الحجم ديالو مازال وشاطن عاودو نفلحو عاوتاني الفلاحة خاصها تكون بانية ونعاودو نرطو بالطريقة هادي وعندو أرطو مدة 20 دقيقة إذا مباشرة مما ضعفو الحجم ديالهم كما تشوفو نزيدو هاد الإفتتاحات لي كاينين هنا تزيدو عليهم الشوكولا باش يطلقو فيهم بهاد الحجم هدا من الفوق اطلق دغيا مباشرة تنديرهم على درجة الحرارة 200 نرفعو دابا درجة الحرارة على 220 بعد ما داز 20 دقيقة وتكون النتيجة هي هادي كما تشوفو هاد سيداتي بطريقة بسيطة كما تشوفو هاني والنتيجة هي هادي ما تجي المرحلة ديال لاباج هي تزيين بالنسبة للتزيين كما قلت لكم كل واحد والطريقة ديالو ماشي شوية ديال شوية ديال السكر كلاسي تستعملو هاد الآلة هادي كلو الطريقة ديالو كل حسب الشهوة ديالو صافي هادشي هنايا الجنب الاخرين يمكننا نديرو نضربوها بلاباج ونضربها بالعسل الجنب هادي شوية ديال الكركاع ولا اللوز على حسب الشيواش كل واحد كيفاش الطريقة ديالو كيفاش يبغي
الطريقه هذه. ندير كشات اللوز المهرمش نزوقو به من هنا الفوق، بسم الله شوية هذي قد تكون النتيجة النهائية هي هذي كما تشوفوا. نقرب لكم الصورة مزيان بالنسبة تشوفوا مزيان في الكاميرا. هذا هو البيوتش، هذه طريقة بسيطة اقتصادية كما قلت لكم، مزيان على حسب ذوق الشوكولاتة كدير كاوكا اللوز كل باش يدير العسل ديال هذاك يضربها بلا باج يعني شويه يعني الماء والسكر، وتكون النتيجه هي ديال البيوتش يعني طريقه اقتصاديه وسريعه ما فيهاش بزاف ديال 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 المجهود. ممكن لكم كاع جربوا عندكم وشوفوا يعني النتيجه. انا نقسم لكم واحده هنايا باش تشوفوها، هي هذه كما تشوفوا يطلع رائع البيوتش، و يعني اسفنجي كرواسون يعني بحال كرواس بحال كرواس، ولكن هذا خفيف. هذا هو لا ديفرنسيا، هذا هو لا ديفرنسيا. ثم الله ان شاء الله يغيركم هذا البلاطو ديال البيوتش، وثم ان شاء الله في نتلاقاو شي مناسبه اخرى. وتنساوش تنسوا لايك و امسيه سعيده.